الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فقد درسنا في الاسبوع الماضي بعدما يتصل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري بالسند المتصل الى ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدين ولن يشاد الدين احد الا غلبه، فسددوا وحاربوا وابصروا واستعينوا بالغدوه والروحة وشيء من الجلة. وقلنا ان المراد بيسر الدين هو ان هذا الذي شرعه الله لعباده وانزل من اجله كتابه وارسل به رسولا، هذا الدين هو نفسه يسر، فما فيه من تكاليف خاصة بالعبادات أو بالعقائد أو بالمعاملات أو بالأخلاق هو من أجل جعل الحياة يسيرة وسهلة وطيبة. وضربنا بعض الأمثلة في الأسبوع الماضي، وحاولت من خلال الحديث أن أبعد عن أنفسنا النظرة الخاطئة التي ينظر بها بعض المسلمين، فإذا وقع في حرام أو وقعت امرأته في حرام أو وقعت ابنته أو ترك الصلاة مثلا، خرجت المرأة سافرة، قابلت الرجال الأجانب، ترك الصيام، ترك الزكاة، شرب الخمر، فقلت له: حرام عليك، إنك الآن تفعل الكبائر وتعصي الله وأنت محتاج إليه. قال لك: يا راجل، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر. معنى هذا أن يسر الدين إباحة الحرام، وهذا لم يقل به أحد. وإذا أبيحت المحرمات وتركت الفرائض لم يبق فيه. وليسمى يسر الدين لكن يسمى كنف الدين، يسمى كنف الدين. ودي المشكلة اللي ما قدر يفهموها الستات، خصوصا الجماعة اللي بيدافعوا عن كلامي عن برنامج الأسرة. نقول لهم: بنحب الأسرة، ده احنا متكلمين في المرأة والأسرة ما لم يقله أي إنسان آخر من أجل المرأة. نقول لهم: بس احنا بنقول ان احنا نعمل بالدين. لكن يظهر يعني الفهم عدم اللقاءات. وانا قلت ان اكبر جناية صنعها الرجال وجنوا بها على المرأة هي ابعادهم المرأة عن الثقافة الدينية الصحيحة. هذا جعل المرأة لا تدري من أمرها شيئا، والحرام والحلال مضطرب في ذهن النساء. ونسأل الله أن يصلح الأمة أنها تتلافى هذا الخطأ. فإذا معنى يسر الدين أن التكاليف سهلة. علامة سهولة التكاليف
ان المحرمات في الاسلام محدودة وان الفرائض والواجبات برضو محدودة، ان السنن والمكروهات كثيرة جدا. السنن هي ابواب الخلق المفتوحة من كثرة منها، يعني ليكثر الانسان منها. هذه الابواب كثيرة جدا، كثيرة في الذكر، في الاستغفار، في قراءة القرآن، في الصلاة، في الصيام، في الصدقة، في الحج، في العمرة، في صلة الناس، في البر بهم، في مساعدة المحتاجين. عمليات كثيرة لا تستطيع ان تحصيها بسهولة. هذا الواسع، المجال الواسع من الخير، اذا دخلت فيه من اي باب اخذت ثوابا. فاذا صمت الاثنين والخميس بتاخد ثواب، صمت ثلاثة ايام من كل شهر كانك صمت الدهر، صمت يوم وصرت يوم صمت صيام داود. فاذا زدت على ذلك انك انت صمت من الليل جزءا منه يبقى من قوام الليل. فاذا تصدقت من بعض مالك تبقى راجل عام جدا من المنفقين في سبيل الله. فاذا وصلت رحمك وزدت على كده انك قدمت اليهم من مالك الفائض جيت امامك تسعى لزيارة اخيك، لعيادة مريض، تطلع لفتح كربة انسان، لإغاثة ملهوف، لإرماسي في الاسواق كما كان ابن عمر كان يمشي في السوق ويدور فيه ثم لا يستنى شيئا. فقال له مولاه الثالث ان اراك تدور في السوق ولا تشتري، قال ما انا بحاجة الى شيء، لكن الا تراني اسلم على الناس؟ قال نعم. قال فهذا ما خرجت له، انا خرجت عشان اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فاخذ 30 حسنة ومر على الثانية وقلها 30 سبة، لو انا مريت على مثلا 100 بالتكلفة يبقى معايا 3 حسنة بكل بساطة. عملية سهلة جدا، طلع لك 3 وجاب 3 وكان راجع. طيب مع عمك الشيخة بيجرب يطلع يلف السوق كله ويطلع بجيبه مليان يرجع جيبه فاضي، هياش معاه اي حاجة. لكن لما بيطلع على سن ده من ناحية الجيب، لكن من ناحية السلام عليكم وكيف حالك وشلونك واي خدمة بيرجع صحته مليانة حتى مات ان شاء الله. يبقى بالشكل ده ابواب الخير كثيرة. فبيفرض ان واحد بقى مثل شايف الشباب بتوعنا دول، طب انا عاوز شوف بقى الخير الكثير ده، انا عايز انزل فيه على الاخر، انا حصل يوم ويوم وانا حصلي اكثر ليه وحتصدق باي شيء يجي في ايدي وحقوم. يقول له لا لا تقصد. ليه؟ اذا كنت عاوز تعمل بكل الابواب لا تستطيع. وفي الوقت ده انت تضعف، وان المنبط لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. اما الايه اوغل فيه برفق، وخذ نفسك بالرحمة وتعهدها بالعناية، لله عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق. وجمعنا ولم يشاد الدين أحد إلا غلبا. يبقى عرفنا إن الفرائض أمرها أوجبها الله لليسر على الناس، وأن المحرمات حرمها الله لأن فيها ضررا على الناس، وأن الفضائل والسنن أبواب خير يغنم الناس منها ويعبون. لكن الذي يسدد على نفسه ينقطع في الطريق ويضعف ولا يستطيع الوصول. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وجد مرة حبلا في المسجد مربوطا بين عمودين بين ساريتين،
فقال لما هذا الحب؟ قالوا ام المؤمنين زينب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ربطته لتقوم بالليل فتصلي، فاذا ضعفت تعلقت بالحبل حتى لا تضعف. فقال تفك الحبل لتقم ما استطاعت، فاذا فترت قعدت او نامت. العمل ده غلط، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تمل. يعني ايه؟ يعني لا تشدد على نفسك فتنقطع عن العمل مرة واحدة فينقطع عنك الثواب. وقليل دائم خيرا من كثير من قط. احيانا احنا بقى نعمل من الحبة قطة. يعني ايه؟ يعني اذا رئيس واحد مثلا بيشرب بايده الشمال مكروه، والبعض يقول انها حرام، والشرب باليمين سنه، والشرب وانت جالس سنه اذا استطعت، لكن لو شربت وانت واقف جائز. يجي واحد معارف يقول لي يا اخي ما بتعرف سنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ يا اخينا يا واصل يا جاهل، يا اخينا يا فاسق، يا اخينا يا مبتدع، يا اخي. يقول له ايه ايه ايه؟ يقول له ليه بتشرب وانت واقف؟ اسمع ما اقول لك. مره انا كنت ايام جهل، وكنت برضه بقايم بالدعوه، وكنت يعني طالع فيها او جاي اولاد دول انا بعذرهم، بس بقى كلهم استفيدوا منا، لان احنا لم نجد من يعلمنا كيفيه الدعوه بالوجه الصحيح، لكن احنا نقدر نعلمكم. فانا بقى جالس مع واحد وهو كان متضايق شويه، وبعدين جاي يشرب قميصك بايده الشمال. ان كان قلت له يا اخينا اشرب بايدك اليمين، انا نظر له كده بغيظ وقال له الايد الشمال مالها؟ قلت له مكروه السنه باليمين. قال يعني مش عاجبكم؟ قلت له لا مش عاجبني. اما مسك الثوب اللي في ايده وراح يقع في الارض، وبعدين صدف على فمه وبدا يشرب عنادا، وبعدين قال مش عاجبك، وراح منزل الكوب وحطه بين رجليه بين القدمين. يعني انا مش همسكه برجلي بايدي، انا همسكه برجلي بالعند فيكو. يا جماعه بتوع السنه، لما كبرت شويه وبدات اقرا بتوسع، وده اللي بقول لاخواننا اقراوا، فاذا بالامام احمد بن حنبل يقول لا تخاطب العامة بالسنة فإنهم ربما سخروا منها فكفروا، إنما خاطبوا بالسنة الخاصة. يعني إيه الخاصة؟ يعني من تعرف عنده قبولا للسنة، إنما الفرض منخاطب به الجميع. السنة لما تيجي تخاطب واحد معين اكثر واحد مخصوص، اما كونك تتكلم في جمع كبير هذا امر طبيعي، لان الجمع ما في واحد هيحس بانك بتنتقده هو مخصوص، لكن الكل هيتعلم. في حاجات من دي كتير في الدعوه، ارجو ربنا يوفقنا لما نطلع الكتاب السلوك الاجتماعي الجزء الثاني نطلعها فيه كيفيه الامر المعروف والنهي عن المنكر، لان احنا محتاجين له. يبقى الحديث ان الدين ولم يساد الدين احد الا غلبه، الدين اقوى من نعمل ايه؟ قال تسددوا يعني توسطوا، وقاربوا يعني اعملوا ما يقربكم الى رضاء الله ويبعدكم عن غضب الله، وابصروا. ما تاخدوش الحكايه كلها بعبوس وتفسير. انت زعلان ليه؟ قال النار. وانت اصلي عملت ذنب بقالي 20 سنة كل ما افتكر ازعل. طب وانت؟ انا زمان كنت استكبت الربا
وجمعت وجبت فلوس وافرضت الفلوس الربويه لكن زعلان مستر ابصر بان الله تاب عليك. انت يا اخونا كمان مستر ابصر انت هتعقدوها ليه؟ ما هو ربك قال انا اتوب على من يتوب واغفر لمن استغفر وادخل الجنه من اناب الي. انت بس ما تصبر الجنه عند ربنا ما هو ما تصبر النار فيه جنه تفتكر فيها وافرح وسر ويخليك تفتكر انك امنت بالله ورضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسوله بالشكل ده كان تشعر بالامنه والطمانينه. فالرسول عليه السلام يقول ابشروا وبعدين يكبروا واستعينوا اذا اردتم العباده. انا اقول لكم على الاوقات المناسبه ان يكون القلب فيها صافي والجو هادي والقوه انسب. طيب ما هي هذه الاوقات يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال استعينوا بالغدوه اول النهار والروحه اخر النهار خصوصا بعد ما يكون لك قيلوله وتبقى ارتحت من عناء العمل وشيء من الدلجة يعني شيء من اخر الليل لان اخر الليل بيبقى الجو صافي وجميل وهادئ وحلو. اللي بيغني بطلوا وبتوع التلفزيون بطلوا وبتوع المسرحيات بطلوا وبتوع التمثيليات بطلوا وبتوع الايمان قاموا يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. مع مين ده بقى؟ مع ربنا. طب سيبوه بقى لغايه كده الفجر ويدعينا دعوتين لان في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى ينادي عباده يا عبادي هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من صافئ فاسفعه؟ فيه واحد يعني يسطع في ابيه او امه اللذين ماتا او في اخيه او اخته او زوجته او اولاده يسطع انا استجيب له واخرج ابويه من العذاب وانعمهما بالجنه. بس تسالوني والله ربنا يعني اقول لكم ايه بقى. انا برضو استعجبني كلمة ابن البلد لما قال انت حلو قوي يا ربنا يعني عاوز كل صفاتك كل كلامك كل شيء منك جميل جميل جميل. هذا شخص الحب. اما المحرة فاحنا مضطرين انا عارف ان في ناس في البر كتير النهاردة برضو لكن مضطرين نخش ضرب النفس في الجد لان ما عندنا وقت عايزين ندخل على الجانب المالي في الاسلام. عرفنا في المره السابقه ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعد موته بدات الخلافه واستخلف ابو بكر عن طريق السوره واستخلف عمر عن طريق السورة واستخلف عثمان عن طريق السورة واستخلف علي وجاء بالثورة. لكن لم يعتبر نفسه خليفة إلا بعد أن بايعه كبار الصحابة. ثم نظرنا فإذا بمميزات خاصة تميز الخلافة. الميزة الأولى في عهد الخلفاء الراشدين أنه ما من خليفة يستخلف إلا عن بيعة من الشعب وإذا لم يبايعه الشعب لا يعتبر نفسه خليفة ولا حاكم ولا يحق له أن يحكم. ثانيا ما من خليفة استخلف إلا باستثارة حدثت بين كبار رجال الشعب
الذين يسمون بعد كده هنتكلم عنهم اهل الحل والعقد، مثل مجلس الأمة والبرلمانات في هذه الأيام. ثالثا، لم يحدث أن يهتم أي خليفة بأن يختار من بعده أحد من أبنائه أو إخوته أو أقاربه. رابعا، كل خليفة فهم أنه وضع في هذا المكان، مكان الخلافة، من أجل أن يقوم بما قام به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليفة ليقوم بكل الأعداء التي قام بها الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أبو بكر يسمى خليفة رسول الله، يعني أنه خلفه وتولى الأمر من بعده. فلما اختير عمر قال له احد الناس: يا خليفة، خليفة رسول الله. فقال عمر: هذا شيء يقول، اذا فماذا يقال لمن بعدي؟ يا خليفة، خليفة، خليفة رسول الله، واللي بعدي يجيبها خمس مرات وكده ما تنسى. واذا ببعض الصحابة يوفق ويقول، ينادي عمر بقوله: يا امير المؤمنين. فقال عمر: هذه اجود، انتم الرعية وانا اميركم، فسمي عمر امير المؤمنين. وتركت كلمة الخلافة في النداء، واعتبرت الخلافة الفعل والتصرف. فكان يقال: جاء الخليفة، ذهب الخليفة. واذا ارادوا ان ينادوه قالوا: يا امير المؤمنين. اذا كانوا فاهمين ان الحكم للمسلمين هو حكم بما اختاره الله للمسلمين ان يحكموا به، والخليفة من اجل ذلك استخلف، فلا يحق له ان يختص يمينا او يسارا. ولذلك قال ابو بكر حين استخلف: اطيعون ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. وكان عمر يرسم الأمراء والعمال، يعني الحكام، إلى الولايات وإلى البلاد، ومع كل حاكم كتاب يقرأه رسول مرسل من قبل عمر. فإذا وصل الحاكم إلى البلد، دعا الناس تجتمعوا في المسجد، لأنه كان نادي المسلمين. ثم وقف هذا الرسول الذي يقرأ ويكتب، وقرأ كتاب عمر، وكانت كتب عمر كلها تبدأ بالآتي: أنا إنني قد أرسلت فلانا واليا عليكم ليعلمكم دينكم وسنة نبيكم، ليعلمكم دينكم
وسنة نبيكم وليعمل فيكم بأمر الله وشرعه وقد نهيتم أن يضرب أبصاركم أو يفتنكم أو ترى أن يوجد الفتنة فيما بينكم نهيت أن يضرب إنسان أو يعمل حزبية يضرب هذا في هذا فإن رأيتموه على الطريق يعني طريق الإسلام كما أمرته فاسمعوا له وأطيعوا ومن وجد منه غير ذلك فليرفع أمره إليه وكان محمد ابن مسلمة مفتشا عاما لأمه يرسله خفية فيدور في البلاد وفي الأمصار والأقطار ويسأل الناس عن اليوم يسألهم كيف يصلي بهم وكيف يقيم الحدود وكيف يوزع الصدقات والزكاه وكيف يفتح بابه لكل طالب ولكل فاتن فان وجده على نفس الطريق اطمأن اليه ورفع الى عمر تقريرا بشأنه وان وجد فيه ما يخالف عمل تحقيقا في البلد فان وجد العامل الحاكم قصر في الصلاة او لا يخرج لامامة الناس او لا يوزع الزكاة كما يجب او يغلق بابه دون اصحاب الحاجات او ذهبت اليه اية امرأة مسكينة فردها خائبة فولي الله وهو يفصل بمجرد ما ينتهي محمد بن مسلمة من التحقيق على طول قل ان كنت معزول ويطلب من عمر ان يولي غيره فيبقى حتى ياتي الوالي الجديد وعمر كان ينفذ له على طول اذن كان هذا هو الخط هؤلاء الخلفاء كانوا يدركون انهم ميسنون من قبل الرعية والشعب للمحافظة على امنهم وعلى اموالهم وعلى اعراضهم وعلى بلادهم ولذلك كان الراعي او الخليفة يشعر بانه مستأجر للرعية فلا يتعالى ولا يتكبر ويرى ان مال الشعب حرام عليه ان يأخذ منه اي سلف غير الذي حكم به الشعب له ان يأخذه فان اخذ اكثر فهو ظالم وعلمتم فهذا اذكرت الاشرطة اشرطة الخلفاء وهذه صورة لكل الخلفاء علمتم ان عمر بن الخطاب حين علمت زوجته ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب علمت ان ساعي البريد خارج من المدينة وذاهب الى بلاد الروم وحيزور حيروح الناس لما يدرس المعاهدات وحيقابل الساعي
الناس اللي هناك، ومنهم انه بيتصل بالكبراء والامراء، فيبقى من امكان ترسل الهدية الى زوجة كيف. ودي احسن رواية، فلم تجد معها دينارا ترسل به الهدية، فطلبت من خازن بيت المال دينارا فلس قرضا لوجه الله بنت زوجة الخليفة، طلبت قرضا تأخذه دينار لترسل به اثرا وصيدا لامرأة الملك ملك الروم. فخازن بيت المال اعطاها، فاذا بها ترسل العسر ويرد الجرير هدية اكبر بكثير مما ارسلته ام كلثوم زوجة سيدنا عمرو. فلما وصلت الهدية الدسمة فرحت بها وفرداها في البيت ومبسوطة، فدخل عمر قال من هذا؟ من اين جاءت هذا؟ قالت لي الحكاية كذا وكذا. قال لها لا تمسي. ثم خرج وامر احد المسلمين ان ينادي ايها المسلمون احضروا. ليه؟ مسكنة. مسكنة هي ايه مسكنة؟ جبت خابت دينار من بيت المال وبدون اذن. دينار يا راجل، دي انقرض بيوتنا، الله يخرب بيوتهم ولسه بيخربوها ولا حد بيوتهم، دي انقرض بلاد بحالها. قال دينار، ويقف عمر على المنبر ويقول ايها الناس ما قولكم امرأة اميركم فعلت كذا وكذا وكذا. الثوم الثوم. فبعضهم قال ترد المال، ترد الدينار الى بيت المال وتأخذ ما زاد على ذلك. فنظر عمر اليه وقال ما اردت بهذا الا ارضائي، انت ما اردت به وجه الله. شوف النظرة الجميلة. وبعدين سيدنا علي موجود، وسيدنا علي رضي الله عنه جميعا كان عمر يقول قضية ولا أبا حسن لها. يعني ايه؟ انا محب اعمل قضية، اسس قضية بدون ما يكون علي موجود، وحين اسس ولا يكون موجودا يخالجني الشك فيما اسس. فنظر الى علي فقال له علي يا امير المؤمنين ارح نفسك ورد الهدية الى بيت مال المسلمين. قال بالحق نطقت يا علي ولا افعلن. راح نازل من على المنبر ونحلت المشكلة. بالله عليك هل يوجد واحد، هل يستطيع واحد في الشعب يقول لعمر انت عملت ايه بعد كده؟ ده عمر عريان صابر. وفي حاجة، ما هي المشكلة كلها بتيجي من ناحية الاستعلاء بالقهر والظلم والضرب، ومن ناحية سلب الأموال. أدي واحد. إذن لما جه ابنه عبد الله بن عمر
كان راح العراق ورجع وما اعطوه عبيد الله، فابو موسى الاشعري اعطاهما مالا ليصلاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، الى سيدنا عمر، فقال له تسمح لنا ان احنا نتاجر في المال ده لغايه ما نوصل ونسلمه؟ قال تعالى ان شئتما. هم اخذوا بضاعه بالمال اللي سمح لهم بيه، ولما وصلوا الى المدينه طبعا اخذ حتى المسلمين ليسلماه لابيهما، قال لهم وما هذا الباقي؟ فقال احنا تاجرنا فيه، انما الذي اعطانا اياه هو هذا مثلا 1000 دينار دي، قال هذا حق المسلمين. مثل ما قال في الدينار بتاع زوجته، نسيت اقول لكم، قال لهم الدينار من بيت مال المسلمين، والضريب يعني الساعي هو ساعي المسلمين، فما جاء عن طريقه يدخل بيت مال المسلمين. فهنا قال لهم الامال دي امال المسلمين، رد المال كله الى بيت المال. عبد الله كسر، كان يرع زيادة يعني يرع الى حد كبير. عبد الله قال لما هذا حقنا، اتأخذه كله؟ نحن ما ظلمنا احدا. فالمسألة تتوارد. فتدخل سيدنا علي ثم يقول قال يا امير المؤمنين اجعل المال مضاربة، هما اخذ المال وتعب وتاجر فخذ نصف الربح واعطهما نصف على طريق المضاربة. فقال عمر لأفعلن ذلك، اخذ الاصل ولا مقسم الباقي نصين؟ هاتوا ياخذ لمين؟ قال للمسلمين. للمسلمين حلو قوي جدا، ياخذ للمسلمين. الحاكم شغال للمسلمين. حتى لما شفت مرة كان جه مس المسك الباب وبيبقى نوع المسك الدقيق، قامت قالت له هات المسك لأذنه للمسلمين. قال تريدين ان تأخذ المسك لتضع يدك يدك فيه، فإذا بيدك يعلق بها غبار المسك فتضعين الغبار في شعرك، هذا ليس لك بحق. هتفضل تعيدها غبار المسك وتضع شعرها، تبقى استفادت من مال المسلمين غبار. غبار عمر، يا عمر لم يدخل المسلمين الان الا الغبار، فكفروه عليه. انا ليه بقولها؟ عشان يدرك الملكات اللي مس عليه الصحابه الخلفاء، اللي كان الواحد منهم امبراطور دولة الفرس والروم والدول المسماة بالعربية كلها الآن كانت من الخليج إلى المحيط كلها تحت أمرة الحاكم الإسلامي. ثم إذا هو كما سمعتم، إذن لم ينظر أحد إلى الخلافة على انه استغلال او استعلاء او انتهاب لمال المسلمين او امتلاك لحرياتهم، لا، الامر ده مش بالشكل ده. طيب الفكر ده زين، خطوة تانية، ايه ما حس وجود خليفة أو حاكم للمسلمين؟ العلماء السلف من زمان، أهل السنة، الخوارج، المعتزلة، الشيعة، كل تكلم في هذا الموضوع، لكن رأى الغالبية الساخطة أن
نصب حاكم للمسلمين فرض كفاية، نصب حاكم للمسلمين فرض كفاية. أي معنى فرض كفاية؟ يعني فرض على كل الأمة. إذا قامت مجموعة واختارت الحاكم ونسبت، سقط الوزر والذنب عن جميع الأمة. وإذا كل الأمة الإسلامية لم تختر لها حاكما، أثمت الأمة الإسلامية كلها ولو كان عددها 1,000,000,000. يبقى كلهم مذنبون. ليه؟ لأن في فريضة لم تنفذ، وهذه الفريضة من أهم الفرائض. قالوا والدليل على فرضية وجود الحاكم ما حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه لم يرسل جيشا ولا بعثا ولا وفدا الى اي جهة الا ويولي على هذا اميرا. فلم يرسل اي مجموعة ولو كانت من 3 بدون ان يجعل لها اميرا، وبدون ان يأمرهم ان يطيعوا هذا الامير في كل ما هو ما ليس معصية. ثانيا، اجمع المسلمون بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اجمع الصحابة وهم الخيرة المختارة بعد النبي عليه الصلاة والسلام على اختيار الخليفة، واختاروا ابا بكر للخلافة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم رأوا ان التغسيل، تغسيل النبي وتكفينه ودفنه وما يتصل بحال المسلمين يحتاج الى انسان يتولى هذه الامور ويأمر بها، فلا بد من وجود الخليفة الذي يصدر الاوامر. فذهبوا واختاروا ابا بكر كما علمتم الاسبوع الماضي، وده موجود برضو في اسلوب الخلفاء الراشدين. ثالثا، جلت الخلافة في الامة على مدى وجود الامة، والامة موجودة الى اليوم، فلم يوجد زمن من الازمنة خلا فيه المسلمون من حاكم، لان علماء الاسلام كانوا دائما يرون ان تنفيذ الحاكم امر واجب. هذا كلام علماء السنة، ومن وافقهم في ناس تانيين قالوا كلام لكن وكان ناس بعيد عن الحق لكن جميل. يقول لك ايه؟ الشعب لا يجب عليه ان يولي حاكما. ليه؟ قال الشعب يجب ان يعيش حسب ما جاء في القرآن والسنة، فإذا عاش الشعب على المثاليات وحسب ما جاء في القرآن والسنة، إن الناس كلها ما فيهاش نفوس، ما فيهاش قتلة، ما فيهاش جنود، ما فيهاش منحرفين، بيضطرب هذا. ثم يقول هذا الإنسان: فإن وجد انحراف في الأمة لا يصلح الا بحاكم، وجب الحاكم. ثم لهم يبقوا التكتم مع اهل السنة، لان اهل السنة قالوا لم يعتبر ان الشعب لا يستطيع ان يعيش اي فترة بدون حاكم، فالحاكم لا بد منه في كل وقت. يبقى انتوا التكتم. جماعة الشيعة لهم رأي هنتعرض له بعد كده. نيجي، ما الفرق بين الخليفة والأمير والملك والإمام؟ الفرق ايه بين الألقاب الأربعة دي؟
اما الخليفة فعرفنا ان هذا اللقب اعطي لابي بكر على انه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخليفة له اعمال ثلاثة. الطول اعماله ثلاثة اللي حيقوم بها. العمل الاول ان يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الدين. الامر الثاني وده الكلام اللي بيقول الموردي والايدي والنسفي الجماعة اللي كتبوا في ناحيتين من الكتب. كتب العقيدة اللي هي كتب التوحيد وكتب التاريخ وكتب الفقه. يبقى ثلاث جوانب. فقالوا ان الخليفة يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عليه ان يحرس الدين. يبقى يكون مقام النبي في تبيين الدين وتوضيحه والتعليم الى اخره. دي الرسالة الاولى. الواجب الثاني ان يحرس الدين. فاذا وجد انسان ينحرف طلعت مجموعة بتخترع مذهب ضد الدين. طلعت مجموعة بتنفق على المسلمين وتريد ايجاد الفرق الى اخره. يبتدي يقف لدول بالمبتدأ حتى لا يحكم انتقاد وحتى لا يحكم طبع في الدين وحتى لا تنحرف الافكار وتبعد عن الدين. ولذلك عايزين من شرط الخليفة ان يكون عالم عامل مجتهد تمام. هنتكلم على ده كله ازاي لان ضروري نعرف. بيطلونا بالوقت بيطلونا وبيقولونا الاسلام ما يصلحش. عايزين نقول لهم لا لا دي هي زرعتنا اللي تصلح لكن زرعتك اللي تلقى ولا تصلح. بس نتكلم ده من موضع القوة او من مركز القوة والقوة العلمية. احنا ناس اصحاب تاريخ واصحاب ماضي عريق ممتاز واصحاب مبادئ ولنا كتاب ولنا سنة. لا يوجد في العالم انسان يحظى بالتأييد والحجة كما يحظى المسلم الصحيح. يبقى الامر الاول ان خليفة يرعى كل شؤون الاسلام. الثاني ان يحرس الدين. الثالث ان الخليفة يرعى امور الدنيا بالنسبة للمسلمين. يبقى يرعى دينهم يحرس الدين ويرعى الدنيا. يرعى الدنيا يعني يعمل ايه؟ يعني يعدد الطرق يسهل امور الزراعة يجيب المهندسين عشان يستصلحوا ويسر امور التجارة يستورد يصدر يقوم بامور الصناعة يجيب المصانع يقوم بالحاجات المطلوبة للدولة. لان هنعرف يا اخوة ان كل ما تحتاجه الام ليقوم بحياتها بنفعها او يدفع ضررا عنه احتاجه يا اخوانا. كل ما تحتاجه الامة لنفعها او دفع الضرر عنها يعتبر فرض كفاية على الامة. يبقى فرض. فالزراعة تحتاجها الامة تبقى فرض كفاية. اذا قام بها البعض سقط عن الباقين. التجارة تحتاجها الامة تبقى فرض كفاية. الصناعة تحتاجها الامة تبقى فرض كفاية. الجيش تحتاجه الامة يبقى فرض كفاية. خياطة الملابس تحتاجها الامة تبقى فرض كفاية. المسلسلات من وقاية والعلاج تحتاجها الامة تبقى فرض كفاية. خد عندك كل ما تحتاج الامة فرض كفاية. وبناء عليه يصبح عشان نعرف الدولة الاسلامية ما تكلها
وهاتوا اذا كانت الصحافة بتستقبل الكلام في الاسرة ولا تيجي تستقبل الكلام الحقيقي اللي بيفيد الامة النهاردة. بنقول النهاردة تعثر الامة الاسلامية في الزراعة جريمة يعاقب عليها الله. تعثر الامة الاسلامية في الصناعة جريمة وذنب يعاقب الله عليها. تعثر الامة الاسلامية في التجارة جريمة يعاقب الله عليها. تعثر الامة الاسلامية في قوة الجيش جريمة يعاقب الله عليها. تعثر الامة الاسلامية في الصراع واكتشاف الاسلحة والقنابل والصواريخ جريمة يعاقب الله عليها. انظروا لو نظرتم الى الحقيقة لوجدتم الامة الاسلامية ترتكب عديدا من الذنوب والكبائر يعاقب الله عليها لا صلة لها بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج. ليه؟ لان الشعب ضاع نتيجة تضييع هذه الامور. فحفظ المسلمين حفظ اموالهم وحفظ اعراضهم وحفظ ارضهم وحفظ مساجدهم وحفظ كيانهم ونفوسهم قريبة والتقدم بهم قريبة. فاذا عجزنا ووقفنا وبدأنا نتكون فنحن قد ارتكبنا الذنوب وبعدنا عن طرق الحق. اذن عرفنا وظيفة الخليفة واتبدل الفرق بين الامير والخليفة. الخليفة عرفناه وظيفته. الامير هو اخ الخليفة. بس الخلافة تكون على مستوى عام يعني للدولة كلها. اما الامارة فممكن تكون على مستوى عام وعلى مستوى اقل. فكل ثلاثة اذا خرج في سفر عليهم ان يولوا واحدا منهم يسمى اميرا. اسرة خمسة ستة ممكن يسمى الاب وهم بيمزحوا معاه اميرا يقولون يا امير الاسرة. الجيران عمل اتفاق مع بعض يبقى امير. رئيس الفصيلة امير. رئيس الكتيبة امير. رئيس قائد الجيش امير. الامارة دي عملية سيحة ومشية تاخد من تحت لغاية اكبر عدد منه. ولا بد من ان ترتبط بنفس الخط انه انما الامارة جعلت من اجل حراسة الدين ورعاية امور الدنيا للمسلمين. للمسلمين وغير المسلمين. يعني المسيحيين اليهود اللي يعيشوا في بلادنا مفروض علينا كفالتهم واعانتهم ومساعدتهم حتى يحيوا حياة طيبة كما يجب علينا ذلك للمسلمين. منصوص على ده كله. طيب الملك من هو؟ الملك له عدة صور. اما ان يكون ملكا ذا حكم فردي حكم فردي مبني على سهوة الملك ومبني على اهوائه ورغباته فيسمى ملكا ديكتاتوريا فرديا استبداديا ويسمى حكم اوتوقراطي يعني استبدادي فردي جيد. وهذا اسوء الحكم وابشعه. وفي عهد تضطرب الامور ويذل الشعب وتضيع مقوماته وتوقف حياته وقت الحياه الانسانيه ياتي على ايدي هؤلاء الدكتاتوريين. مهما حاول الملك انه بيحكم حكم هوى فردي ان يكون وانا بعمل لصالح الشعب فسبب ان التاريخ جعله كذابا مليون مرة. انما يعمل لصالح نفسه. الذي يعمل لصالح الشعب يجعل الشعب يختار صالحا. انا في البيت لما بحب اولادي ما بقولش لاولادي انا اجبر الولد ده يلبس البدله دي ويلبس الحذاء هذا ويلبس الجورب هذا. الاولاد يضحكوا عليا
لما باخد اولادي الى السوق اكون عارف هويتهم واشتري ما يرغبون، والا فشلت وانا رب اسرة. فاذا كنت انا مسؤول عن الشعب الكبير ده انا عارف كل اللي عايزه، عارف يا دلال يا كذاب يا منافق يا مجرم، عارف ايه من اللي عارف من الواحد يحسن شعب بهواه الى معارف. وانت عارف يروح جايب لك يغطي الموقف ويقول لك نجيب مجلس، سميه مجلس ايه سميه اي حاجة، لكن المجلس جاء به من الضعفاء المستدلين وجعل من كل ورا كل واحد يخدم ورا الثاني مباحث وعلى باب كل واحد واحد من بتوع المباحث، وفي السيارة القائد بتاع السيارة من بتوع المباحث، والصداف مباحث والخداف مباحث، وجدت احيانا مباحث ما جدت رسل ما جدت البلاد الشيعية كلها. هذا الكلام وبعض البلاد المسمى نفسها الشرقية موجود فيها الى اليوم، وكفاية كذب وجدل ونفس. ده اسمه حكم ملكي استبدادي، يسمى نفسه رئيس جمهورية، يسمى نفسه الزعيم، يسمى نفسه ملك، يسمى اي حاجة. احنا بنبحث عن الجوهر لا عن الاسم. هناك ملك حكم ديمقراطي، يقول ابن خلدون بعد ما بين الحكم الدكتاتوري وبين الحكم الديمقراطي قال هو حكم يسرع فيه العقلاء من الامه من اجل صالح الشعب، وهذا فيه خير للناس في دنياهم لكنه يضيع اخراهم ويضيع اكثر دنياهم. ليه؟ لان الدين حراسه للدنيا وسعاده للاخره، فإذا حسم بأمور للدنيا فقط وأبعد الدين من الموضوع كلية فقد أبعد سعادة كبرى عن البشر، كما علمنا في الموازنة بين قوانين الله وقوانين البشر يبقى أبعد سعادة كبيرة عن الناس، لكن هذا يعتبر أساس وأرحم. والأمة في حياة هذا النظام تنتظم وتستقر وتهدأ والدعوة تقدر تنسي والناس تحس بالراحة النفسية وبالأمن، واللي عايز يبقى مسلم يبقى مسلم، واللي عايز يسافر يسافر، وما في إنسان يبقى شيئا على نفسه. أما الحكم الثالث فهو الحكم بالإسلام، وهذا هو الحكم الحقيقي أو الحكم الفرد المفروض علينا أن نعمله. فإذا وجد ملك وحكم به مستبدا فهو ظالم مجرم في حق شعبه، وان وجد مالك وحكم حكما ديمقراطيا فهو خير كثير بالنسبه للاول، ولكنه ترك الدين فبعد عن الحق واسقى امته وترك الخلافة ولا صلة له بالدين. وإن جاء الملك يعمل بالدين فالغريب عندنا الجديد أنه يسمى ملكا لكن جوهر أعماله وجوهر الخلافة وهو جوهر الإمارة. أما كلمة إمام فالإمام يطلق على من يأم في الدين، إلا أن الشيعة يقولون الإمام إنسان معصوم. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأن يكون هو إمام المسلمين من بعده، ثم يقولون إن الإمام قبل ما يموت بيعين من يكون بعده، ولا تزال الإمامة باستمرار فيها التعيين. والإمام بأن الإمام جزء من العقيدة هذا أمر مغفر، فكما تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل عند الشيعة الإمامية والزيدية تؤمن بإمامة الإمام والإمام المعصوم، معنى أنه لا يقع لا في صغيرة ولا في كبيرة. طبعا الكلام ده استندوا على إيه؟ قالوا على أحاديث، لكن
آمنتم يقولون لهم ليس عندكم حديث واحد صريح صحيح يصلح لهذا الكلام. أما لكن الدنيا بالأحاديث لكن إحنا لا نؤمن بأي حديث منها والمنافسة موجودة في المحل لابن الحزم وكتاب السير الثاني والنكتي وكل كتب العقيدة وكتب التوحيد وموجودة أيضا في كتب الفقه وكتب التاريخ. يبقى الإمام الإمام إذا عمل بالشرع عند أهل السنة اختاروا كلمة إمام عن كلمة خليفة في الآخر. ولذلك في أبواب الفقه يقولون باب الإمامة العظمى، يعني مش إمام في السلف ولا إمام في الأمور العادية، إنما إمام للمسلمين يعني حاكم عام. فالإمامة والخلافة والملك والإمارة القاب إن كان تحتها عمل بالإسلام وحراسة له وسياسة الناس حسب أوامر الدين فكلها سواسية. تسميه ملك، تسميه خليفة، تسميه أمير، ما يهم، تسميه إمام ما يهم. وإن كان يسمى إمام المسلمين أو خليفة المسلمين وانحرف بعد عن الطريق فهو إما ملك مستبد وإما إنسان رغب في الدنيا وإنسان يعطي الشعب حقوق الحرية يبقى حاكم دنيوي ويبقى انحرف عن الإسلام وبعد عن الطريق. يبقى مش العبرة بالاسم إنما العبرة بالجوهر والحقيقة. وشكر الله لكم. الأخ يرجو أن الأخوة الرجال عند دخولهم المسجد لا يقفون على الأبواب الجانبية، لأن السيدات في الوقت ده بيدخلوا وبيبقى فيه حرج إن الرجالة